الوعد او التعهد اللي احنا فرضناه على نفسنا لحضرتك ولحضرتك مشاهدي يحدث في مصر ومشاهدي ام بي سي مصر، ان احنا مع حدث كبير زي ده، زي قمه التغيرات او التغييرات المناخيه 27، ان كل موضوع كبير نحاول نبسطه، وكل موضوع كبير نحاول نبسطه من خلال ضيف عالي الاهميه عالي التاثير. احنا بنتكلم وزي ما قلنا برضو في بدايه الحلقه على مستويات ثلاثه، كل بلد تعمل ايه جواها جوه حدودها، كل بلد تعمل ايه في محيطها مع جيرانها على مستوى الاقليمي، وبعدين على المستوى الدولي الاوسع. على المستوى الاقليمي احنا عندنا مؤسسه، وهذه المؤسسه من المؤسسات الشديده التاثير وشديده الاهميه، لانها موجود فيها 57 دوله، مجموعة البنك الإسلامي. حدث من قبل أنه كان مشرفني ولكن على التليفون بس دكتور محمد الجاسر، النهاردة مشرفنا في شرم الشيخ ممثل لمؤسسة إقليمية ودولية كبيرة يكون ليها تأثير، وأي مشروع بتعمله كمان مرتبط بنفس اللي كنت بقوله لحضراتكم في بداية الحلقة، مرتبط بموضوعات كبيرة جدا لكن أثرها بنلمسها كل يوم في حياتنا. برحب بحضرتك معانا يا فندم، ويعني يوم طويل ولكنه على قدر الحدث. أهلا وسهلا أخ شريف، وأنا شاكر للاستضافة وسعيد جدا أن أكون في مصر الحبيبة في شرم الشيخ للمرة الثانية بعد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شهر يونيو الماضي. طيب ممكن قبل ما أدخل في الموضوع، يعني أكلم حضرتك زائر للقاهرة ومرتبط وزائر لمصر ومرتبط بها بتاريخ، هو ليه التوهج ده في عينيك لما بنيجي نتكلم عن البلد دي؟ مصر بالنسبة لكل عربي وأستطيع أقول وكل مسلم أيضا لها مكانة خاصة تاريخية جميلة، بلد مضياف، العرب يأتون، كنا نأتي للدراسة، وأجيال قبلنا جاءت إلى مصر. لو تأخذ مثلا الوزراء الذين سبقونا كلهم تجدهم درسوا في مصر، ولا زالت لديهم من هو على قيد الحياة ويعطيه الصحة والعافية وطول العمر أو توفاه الله، كلهم يذكرون تجربتهم في مصر بكل خير. إحنا في بدايات دراستنا كانوا كل أساتذتنا تقريبا مصريين، فلدينا ذكريات جميلة عن مصر. ثم جئنا إلى هنا زوار وسواح وطلاب. أنا درست في جامعة القاهرة إعدادي طب بشري عام 73-74، فأيضا لدي ذكريات جميلة، ولن أنسى فضل مصر التعليمي في ذلك الوقت والأجيال التي سبقتنا أيضا. كنت بتكلم مع حضرتك قبل ما نبدأ على طول على الشعر والشعراء المصريين.